تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامجكم جوله. جولتنا اليوم بكم محمد الشيخي داخل بلديه سلوك. هنخش مع بعض اليوم للبلديه ونشوفوا الوضع العام كيف هو على ارض الواقع. حسب ما معلوماتنا جينا اليوم، شؤون الزكاه دايرين حمله كبيره جدا، منها توزيع مواد غذائيه، توزيع مواد تنظيف، حمله تنظيف كامله داخل شوارع البلديه. مع بعضنا توا حنخشوا كاميرتنا ونشوفوا الوضع العام على ارض الواقع، ونشوفوا مع بعضنا كيف اليوم أهالي بلدية سلوك اهتموا بنظافة مدينتهم. محمد الشيخي، محمد شركس، برامجك بجولة من داخل بلدية سلوك. حاليا وصلنا بكم مشاهدينا الكرام لداخل المخزن شيخ علي. تو احنا حاليا لو نحكي للناس الشباب تو البضاعة اللي يعبوا فيها وين ماشي؟ اولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في اطار اهتمامات صندوق الزكاة السلوك في هذه الازمة اللي تعاني منها يعني العالم عامة وليبيا خاصة، أزمة كورونا، فقمنا بتشكيل لجنة طوارئ مصاحبة للجان الخدمية في بلدية سلوك، وقمنا بواجبنا الوطني والديني في سبيل التخفيف من حد الأزمات. من ذلك أن في بعض العائلات من الأسر الأجانب موجودة في بلدية سلوك بسبب الحظر ومنع التجوال، طبعا هم يحتمدوا على الأعمال اللي هي الحرفية من كالمطاعم والحلاقين وغيرهم، فتم طبعا في تعاون كبير في بين المؤسسات عندنا في بلدية سلوك، فبلغونا الأخوة في الحرس بأن هناك بعض العائلات يعني لا محتاجة وتستحق المساعدة، فقمنا بتجهيز هذه السلة. طبعا هذه السلة هي سلة كبيرة، يعني هذه العدد الموجود الآن 300 سلة، بالإضافة إلى تقريبا الأعداد الكميات الدقيقة الموجودة الآن اللي وصل 1200 وزاد فيها الفخر. هذا كله دعم من شركة الجودة سلوك وشركة الزاد الطيب كذلك ساهمت معنا. فاليوم بإذن الله قائمين بتوصيل هذه السلات الغذائية بالإضافة إلى اللحوم، غير اللحوم طبعا ما فيش تجميد عندنا هنا، فان شاء الله باذن الله تم تسليمها للاخوه في الحرس البري سلوك ويتم ايصال هذه العائلات الى مساكنهم، يعني تمشيا مع الخطه المرسومه من قبل اللجنه العليا لوباء كورونا، يعني ما فيش مثلا ازدحام ولا ما فيش زحمه، كل واحد وصل حاجته في حوشه. نعم، يعني احنا قلنا خلوكم حوشين كم انتم تعدوا من عند حوشين. تمام، بالتنسيق عن طريق مكتب الحرس البري في بري سلوك. كذلك هذه السلات الموجوده امامكم في مطر الله يستهدف بها عدد المستفيدين من العائلات الفقيره في منطقه سلوك في مطر الله، فتم تجهيزها وتم تقسيم الفريق عمل في المكتب، كل مثلا موظف او عضو جبايه او مسؤول معنا في المكتب يتولى 25 او 30 عائله، ويتم التواصل معهم عن طريق مثلا دعم مثلا بالاتصالات وكذا وجار السيارات، يتم ايصال هذه المساعدات الى العائلات. كذلك قبل هذه الحمله كانت في حمله مواد التعقيم والتنظيف كانت في هذا المخزن يعني فضل. وتم يعني تغطيه التعليم بعض القنوات. نفس الخطه فهمت الله، جمعنا مواد التعقيم ومواد التنظيف والكمامات والتنظيف هذه للمعقمات والديتول، وتم توزيعها على العائلات بنفس الطريقه. وطبعا هذه جهود مستمره من قبل اداره المكتب، وهذا كله راه مش عباره عن ايام بسيطه وتمر، لا انتم مستمرين كذلك. وهذا حتنظر ان شاء الله بعد قليل في الميدان، بالاضافه الى انطلاقنا مع البلديه في حمله النظافه والامور الخدميه بعد تم تشكيل اللجنه العليا في انا في سلوك، فوكبنا طبعا فرقه الهلال والمتطوعين واللجنه الخدميه بقيام بحمله النظافه العامه حتى نطلقوا لها ان شاء الله باذن الله يطلعوا عليها. هذه كلها كانت يعني كلها بوقفه اهل الخير والمتطوعين في مطر الله، تعاونوا معنا تعاون كبير الحقيقه في مطر الله، والشكر طبعا بالدرجه الاولى اللي هم الشركه الصينيه في مطر الله ومحطه وقود الاخ سعد بخرو في مطر الله، يعني تبرعنا بالماده النافذه طبعا فيها اسمه في البلاد الان، ففتح المجال لسيارات النظافه وسيارات مثلا الالات اللي قامت بالنظافه، كل ذلك من باب يعني اظهار العمل الجماعي واظهار روح التعاون في هذه الازمه، يعني
وهذا هو معدن المسلمين، اللي لما تصير ازمات وتصير مثلا مخنقات ونوازل فالحمد لله يعني تكاثف جهود كبيره. يعني الان الناس اللي تخدم تو في سوق تقريبا 7 ايام، كل الدعم يجي من ناس خيرين. يعني احنا عندنا الان ما حنشوف، احنا بعدين انت عشان تلخصنا الحلقه اليوم في اول لقاء حل الجولة، ما زلنا حنخش نشوف شغل كم داخل الميدان. بس لو حاليا تحكي مثلا على السلات، شنو اول شيء الامكانيات اللي موجوده فيها هذه؟ منين حصلتونا اول حاجه؟ طبعا هذه نحن كصندوق زكاه فمطلع تعاقدنا عليها مع صال وشرينا نحن كصندوق فمطلع من بعد دعم اللي جينا يعني في المكتب باجراءات رسميه طبعا فمطلع من صاله معتمده شرينا هذه السندات. يعني فلوس عباره هنا كان عندك او عندك في صندوق زكاه؟ هن فلوس زكاه من بعض المتبرعين لمكتب الزكاه ونحن شريناها نشرها فمطلع للعائلات فمطلع. مقسمين الكل مواطن ياخذ شكاكين هذه؟ طبعا السله تتكون من اصناف اللي هن الزيت العلبة اثنين، هنا كل حاجة منها اثنين، الزيت والطماطم والسكر والشاي طبعا نص كيلو، المكرونة، الأرز، الدقيق السيكة فهمت الله كاملة، بالإضافة للجبن، القهوة فهمت، عصاير، هذه كلها موجودات في السلة فهمت الله. يعني سلة منوعة بالكامل. ونحن إن شاء الله يعني حسب ما أنا منضبطين فيه كلجنة طوارئ في المكتب وحسب توجيهات الإدارة العامة، يعني نحن عندنا يعني شغل هذا يصير وفق تعليمات الإدارة بأن لابد تاخذوا حالة التأهب القصوى للعائلات، ما نبوش أي عائلة تقعد في ضائقة في هذه الفترة بالذات. ربي يعينكم إن شاء الله. أم الشيطة وهم هني عبوا في السيارة، شوفهم يا محمد غادي ترى السيارة هذه اللي عنده هذه بالتنسيق مع فرع الحرس البلدي سلو حيتم ايصالها للعائلات اللي هنا الاجانب في بلدي سلو فهمت الله. طبعا الاستاذ الافندي يونس الفاخري هو اللي حيستلم هذه الامور على طول الله وحيتم تسليمها لهم في بيوتهم لانهم هم بيئي حصرينهم ومنسقينهم وهذول هم اللي حاجرين فهمت الله من باب الحمايه الصحيه. شنو حيكون دورك في هالحمله؟ دورنا طبعا تم المرور على جميع العائلات الساكنه في نطاق مطمر سلو وتوزيع كشوفات على الزكاه، ونشكر الزكاه على هذا الموقف. بالنسبه للعائلات انتم عندكم حصرتوهم كيف؟ حصرناهم بكشوفات رسميه كلها من اجراءات امنيه وصحيه، حتى صحيه الحمد لله يعني كلهم في كشوفات رسميه. يعطيكم الصحه ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. موفقين بارك الله فيك. ابراهيم علي ابراهيم المريم مكتب الزكاه سلوك. الله يعطيكم الصحه والحاجه ومشكورين على الموقف اليوم فزعتكم لاهالي سلوك. فلو تحكي لنا الاليه اللي قمتم بها في فزعتكم داخل البلديه بصفه عامه. نعم طبعا انت عارف الظرف اللي طبعا مر البلاد الان. مكتب الزكاه سلوك طبعا كان له دور في توفير بعض المواد الغذائيه فئة الفقراء المستفيدين، هي حوالي 300 و200 أسرة هم مسجلين عندنا. طبعا مدين لهم بحث اجتماعي ومسح كامل، وعندنا طبعا خانة الناس الأخرى هم الأجانب. طبعا عندنا احنا مصريين من الأخوة المغتربين، وعندنا من تشاد، وعندنا من السودان عائلة. طبعا تم استهدافهم حتى هم طبعا حوالي كم أسرة من عسلنا مكتب الزكاة يوفر لهم مواد غذائية، والحمد لله حصلنا على دقيق طبعا من أهل الخير. وزي ما انت شايف طبعا صورة تتحدث، والحمد لله منطقة سلوك آمنة طبعا من ناحية دور الأمن والسلامة قامين بواجبهم من تطهير المنطقة من البخ بالمواد الصحية هذه، والحرس البلدي الآن حتى وقام بواجبه، والمركز الشرطة برضه حتى أخوة الأمن هم قامين بواجباتهم، والحمد لله. والمنطقة طبعا يطبق فيها الحظر اللي مفروض من ولي الأمر، ونسأل الله التوفيق والسلامة وبارك الله فيك من توجد الله بالنسبة خير. بالنسبة للمحلات العامة كيف الخضرة الغذائية الكواش الأسعار، هل يعني ملتزمين بأسعار الدولة ولا كل واحد؟ والله نقول لك الغالب ملتزمين. يعني طبعا احنا عندنا ناس استهدفناهم طبعا مجانا لمدة شهر، ياخذ إيصال من مكتب الزكاة ويمشي ياخذ خمسة لمدة شهر يعني مجانا، عرفت شو؟ وبالنسبة لل برضه كذلك الموضوع الصيدليات، عندنا طبعا آلية مع الصيدليات ان الدواء لاي حد مريض يجيب الروشيتا ويعدي ياخذ الدواء مجانا.
برضه في نفس الوقت. تم توزيع طبعا اللحوم الأبقار، حتى طبعا تم توزيع عجلين تقريبا الفترة اللي فاتت. وبالنسبة للتسعير نقدر نقول لك في متناول الجميع، فيها رقوة شوي حسب الظرف طبعا، هم غادي يحكم فيهم السوق، لكن نقدر نقول لك الغالب المنطقة متكاثفة وإن شاء الله أمورها هانية 100%. إن شاء الله معك الخير والعافية إن شاء الله، وأجزكم حاصب الله يسلمك وبارك الله فيكم. وشوف قناة الحسن الحقيقة دائما السباقة، نسأل الله يكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. بارك الله فيك. جولتنا طبعا اليوم ما زالت مستمره معاكم، وما شاء الله اليوم شايفين الشباب كلهم في الميدان، شباب النظافه، شباب الهلال الاحمر، فلهم احلى تحيه اليوم قدموا لهم. استاذنا وش يقول لكم؟ ربي يعطيكم الصحه، وقفتكم اليوم لمدينتكم. والله اول مره بارك الله فيكم انتم على الجيه هذه والفريق اللي معكم انتم، وسامحونا في تعبكم هذا، قصرنا معكم في اي حاجه. وبالنسبه لنا احنا ظلنا اسبوع طبعا في العمل هذا، قايمين ناس بعدين خير، وناس مصابين كلها بسلوك كلها، يعني ما خص منهم خير بكل، يعني مصدقين ان شاء الله. وما زلنا ماشيين، ماشي موقفين على النظافه، واي حاجه في سلوك نحن ما زلنا ننظفوها. انت شنو الاجواء اللي درتوه في الايام اللي فاتت؟ والله طبعا مدخل السلوك كله بالكامل نظفناهم بالكامل كله، يعني عرفت. وبالنسبه لمداخل السلوك حتى هنا بادين فيه لنا 3 ايام، اليوم هذا قاعدين في المداخل جوا، عرفتوا. وما زلنا قايمين بالواجب، يعني ما عندنا شيء جميل بكل، هذه سلوك لنا وعربنا مواطن بتعاون معاك كمواطنين؟ لا مواطنين والناس اللي بتعين الخير هذول، ماهي بارك الله فيهم ما قصرش منهم واحد بالكل، يعني مصدق الله يسلمك. احنا نقول اليوم الفزعه الجماعيه كلهم فازين، كلهم بارك الله فيهم، والزكاه والناس الاعمال، وحتى بالاعضاء بتاعين البلديه برواحهم قاعد مصبي معنا 24 ساعه قاعد معنا في الميدان. رئيس الطوارئ هو اللي هو مفتاح عابد، عرفت، قاعد معنا نازل لديما 7 ايام او 8 ايام ومن الصبح صدق. ربي يعينك يعطيكم الصحه ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. اول شيء تعرف عليك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم مفتاح محمد عابد، عضو المجلس بلدي سلوك ورئيس لجنة الطوارئ في بلدي سلوك، وقايمين بحملة نظافة بما فيهم الهلال الأحمر والجالية المصرية، هاي جت توا ومعنا الجالية التشادية، قايمين معنا بحملة النظافة وننظفوا في المدينة ونعقموا، وكل حد عنده اختصاص وعنده دور في الموضوع. بالنسبة للهلال الأحمر عارفين إن هو كجمعية تطوعية دائما في الميدان، الجالية اليوم اللي معنا كيف جاء انضمامهم من الكم؟ الحقيقة تلاقيت بيه من امبارح، قالوا لي أستاذ مفتاح نحن ناس عايشين في هالمدينة وخيرنا منها بعد أمنا اللي هم في مصر والله في تشاد، قالوا احنا نبغى نقدموا شيء معاكم في سبيل نظافة هالمنطقة اللي احنا عايشين معاكم فيها في الليلة 10 سنين في الليلة 15 سنة. قلت لهم بارك الله فيكم من الصبح الحقيقة اليوم معنا، هم جو منهم مجموعة أخرى، قالوا احنا رانا ننظفوا معاكم واللي بينك اللي تريدوها من خوالنا فزاعة المصريه وخوتي الشاديه، هذا خوتنا عيط ابو عقيله، قالوا احنا فزعه معاكم ويد بيد في نظافه مدينه سلوك اللي متربين منها وخيرنا منها وقاعدين فيها، محسوبه هي امنا اليوم، جزاهم الله عنا كل خير وبارك الله فيهم خوتنا المصريين والشاديين. ايوه اكيد اكيد، ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله. الخدمات العامه حتى هو قايم معنا بسيارته، والحقيقه الخدمات العامه ما عندهاش دعم، نشكر الاستاذ عبد السلام الشيمبو اللي قدم بعض الشيء اللي عنده على قياس المستطاع، دخل السيارات كم تم اشتغلوا تم صيانتهم عن طريق هل الخير في بلدية سلوك، سواء من مكتب الاوقاف دعمنا، سواء من رجال الاعمال، سواء من الناس العامه العاديه، واحد خمستك واحد عشرتك، وقمنا بالحمله انه فزعه وطنيه من كل واحد، من الحقيقه من الجميع مترابطين ومتكاتفين في جهودنا مقابل ان ننظف المدينه
في مقابل ان الواحد ممكن بيعاقب ما تقدرش تعاقم عليك ناس. سلوك طلعنا منها فوق. تنظف الاساس بعد تعاقب. نعم سلوك طلعنا. لكن تعاقب كما قال الله كما الله مشرين عليك ناس ما ينفعش. ما تقدرش. سلوك اليوم هذا هلبت ال100 فاقون من مخلفات البناء والقمامه. مع حتى اذن من والله لو كل واحد نظف قدام محله، نظف قدام حوشه والله يعني حتلتام سوق صغيره. لو كل واحد نظف قدام مكانه كان حيسهل كمان الموضوع. والله يا ريت. احنا في عندنا مشاكل وسلبيات وايجابيات. السلبيات عندنا المواطنين يحلوا في الشيش ممتاح عم تقعد تصب 24 ساعه، والرسول عليه الصلاه والسلام نهانا حتى لو كنا على نهر جاء يا بالك ميه جيتنا من جنوب ليبيا ضاقينا 24 ساعه، والبنيه التحتيه احنا منهاره عندنا رقوا فيها بتراب وهني ومشوا العمليه نين الساعه البلاد تسقم والساعه تنفرج. لكن المواطن يساعدنا شوي اقل شيء يسكر ميه يطرقها في الشارع. دايرة ناموس ودايرة وسط. واحد يدير من عنده. كل واحد فازع هذا، كل واحد باللي يساعدكم الله. بارك الله خير. وفي نصيحة أخرى، قمنا بالحملة زي ما قلت لك ونظفنا المداخل المدينة، وللأسف في بعض الناس اللي ما عندهاش وطنية والله ما هيش عارفة ولا مش ما فهمتش الموضوع، جايبين واحد جايب قعود ميت، واحد جايب سعي، حطونا على نفوز وادي الباب، يساعدونا ما عندهمش حجة، أنت شلت، هنا 500 متر ويخش على المكب الرئيسي نظيف، يعزك جو، أنت جيت من عند حوشة والله من 10 كيلو، وصلنا نص كيلو وصلنا عند المكب. وجزاهم الله كل خير، وهذا اذى ونهانا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام من ضمن ازاحه الاذى من الطريق يعني. وجزاك الله خير يا سيد محمد، ونشكر قناه الحدث على تقديم هالعمل الانساني التطوعي في بلديه سلوك، وبارك الله فيكم. شكرا. طبعا تحيه كل اهالي سلوك تعالوا مع بعضنا بدي اليوم ما شاء الله قواعد قد يخدمون كماماتكم انتم. وين كماماتكم؟ اظن كمامات الجماعه انا اعرف فيهم تمام. هو ممكن في نقص شوي في الكمامات لكن الجماعه ما طلع عليهم يخدموا. ايضا حتى سمعت الهلال الاحمر ما شاء الله عليهم قديش جماعة البلدية. جماعة متوازنين في كل مكان. خليكم شوية بكلمة محمد الشيخي وتعيش مع بعضنا الأجواء الوطنية داخل بلدية سلوك. طبعا احنا في جولتنا ما زلنا معاكم مستمرين داخل بلديه سلوق، معنا مصرف الوحده لا مصرف الصحاري. نحييكم وشاعر كلمه تقدموا فيه وربي يعطيكم الصحه. ولو تحكي لنا شنو اجواكم حاليا في حملتنا ضد هالوباء اللي صاير في بلادنا؟ لا برامجنا تمام الحمد لله، وان شاء الله ربي يحفظ ليبيا ويحفظ سلوق بالذات، ومتعاونين معانا امنيا وصحيا والناس برواحهم عرب بادية ومتفاهمين احنا وياهم، ما عندناش مشكلة ان شاء الله. ولعند توا يومي نصرف بحوالي 800 لعند 900 زبون، ولو دارين شنو اجراءاتكم الاحترازية اللي دارينها توا حاليا؟ اللي دارينها دارين مندوبين حيث ان ما نتواجهوش احنا مع الناس مع الخف والزحمة، دارين مندوبين حوالي 46 مندوب يجوا يسلمونا الشيكات ولا القوائم معاهم زي هذينا، يسلمونا الشيكات ويعدوا يربحوا وين ما ننهوهم نتصلوا بهم يجوا يستلموه. نظام قائمه كل واحد اسمه ورقم حسابه وتعطون الفلوس في جنب. اهم حاجه ما تصيرش زحمه. ما فيش زحمه ابدا. ما فيش. وبعدين الزبون اللي كيف هذا مندوب مثلا يجي القائمه بروح نبصموا فيه عليها ونوقعوا فيه عليها ونمسؤول عليها ووقع الشيكات من لاورا، يعني حق المواطن مضمون وحق المصرف مضمون. ربي يعطيكم الصحه. نشكر بالمناسبه نشكر قناتكم الموقره، ونشكر في نفس الوقت القطاع الامني كله مجاوبه معانا ومصبي معانا، ونشكره عرب سلوك حتى متعاونين معانا كبار وصغار، ونشكر شيابنا وعزايزنا حتى هم نفس البرنامج، ونشكره عقال المنطقة حتى هم مجاوبين معانا وصابين معانا، والحمد لله منطقة نقدر متفاهمين. ونشكر الشباب كل أملنا كله على الشباب، ونشكر الهلال الأحمر ونشكركم أنتم خاصة وكل على سوق عام، ونشكره في نفس الوقت المندوبين حتى هم تعبين معانا ومصابين معانا. ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله ماشيين حتى انت بارك الله فيك ان شاء الله. اللهم امين. ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظكم. بظن ايضا معاكم اليوم ما شاء الله يعني في الميدان الكل موجود، هلال احمر، بلديه، لجنه الزكاه، المصارف كلها اليوم فاز على المدينه وهالمنطقه والبلاد بشكل عام. فحتى خواننا ما شاء الله ما زالوا سخنين وجونا جاي يتواجد. حشوفوا مع بعضنا في جولتنا، خلوكم معنا.
تعرف عليك الحل؟ فايز عمار النمر مراقب اقتصاد بلدية سلوب. أول شيء ربي يعطيكم الصحة، موفقين سيد فايز. لو تحكي أنتم حاليا كمراقبة اقتصاد بلدية سلوب، شنو الأجواء اللي درتوها حاليا في هالوضع اللي احنا عايشين فيه؟ أجرينا بعض الزيارات على لبعض المخابز العاملة داخل نطاق البلدية، وأجرينا بعض الزيارات على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وأجبرنا أصحاب الجمعيات باستلام صكوك من المواطنين في حالة إذا ما كانتش عنده المقدرية أنه حيسدد الدخول. نعم، 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 أيوه. وشكلنا لجنة بمتابعة الجمعيات ولجنة بمتابعة المخابز. طيب بالنسبة للجمعيات فيها تمويل متوفر يعني بزيادة؟ متوفر المخزون السلعي في المخازن التابعة للحكومة الليبية المؤقتة ولمدة 8 شهور، يعني متوفر مخزون وما فيش أي إشكالية بإذن الله. ربي يعطيكم الصحة. إن شاء الله راه الدور الوطني اليوم مش على فئة معينة، الكل اقتصاد وصحة والزراعة والبلدية كلها اليوم تخدم على خاطر هالبلاد ويمر هالأزمة على خير وعلى سلام إن شاء الله. اللهم أمين. ربي يحفظ البلاد إن شاء الله ويحفظ الجيش إن شاء الله، وإن شاء الله منتصرين بإذن الله. ربي يعطيكم الصحة إن شاء الله. دور الإعلام حتى هو. شيخ علي، نحب نقول لكم في الأخير موفقين اليوم ما شاء الله، شفنا عمل جميل داخل بلدية سلوب، شتى الفئات اللي ما شاء الله خدمت فيها الحمد لله. والله حتى انت بارك الله فيكم علي حضوركم معنا في هالاوقات العصيبه، وحتى التنقل صعب، وهذا مش غريب على قياده الحدث، دائما مواكبتنا ودائما ناقله وشقه ما قم به صندوق الزكاه. طبعا في الختام لا يسعني ان اتقدم بالشكر الجزيل لفاعلين الخير على مستوى بلدية سلوب، على راسهم شركه الجوده حقيقه يعني، بالاضافه للاخوه في الشركه الصينيه، الشركه البرازيليه، هذه الجهات كلها صبت معنا بدعم غير محدود. كذلك فاعلين الخير في المنطقه من تجار وبعض المحلات. طبعا انت رجع جميع الجهات موجودة. أنتوا جيتوا الآن من باب تغطية أدوار الزكاة، وجدتوا ناس مصاحبين لنا في الميدان. النظافة تمت، التموين يتراسل إلينا يعني تكرار ومرار. أنت رأيت المواد الهائلة من المواد الغذائية موجودة، وما زال خريجي يعني عندنا تواصل فهمت ولا لا؟ ونحن هالشيء نقوم فيه، لا نقوم فيه تزلفا ولا رياء، هذا واجب وطني، واجب ديني، واجب يملي علينا الواقع اللي تعيشه بلادنا الآن. مثلا إخواننا الأجانب فهمت ولا لا؟ بدنا نحفظوا عليهم، نسألوا عليهم. أنا عارفين دور جمهورية مصر العربية مع الجيش الليبي فهمت ولا لا؟ وهذا مش كما نقول مثلا نقول تزلف، لكن نحن لما بلغنا بان في عائلات تحتاج فوقفنا، والحمد لله الجميل لاهل الجميل يعني. احنا رانا كيف الدائره التنسيقيه فقط، كنا نكمل بعض. نعم فضل الله. بالنسبه للجهود اللي تنظر فيها الان، جهود ذاتيه، ناس فازعه فهمت الله، يعني كيف ما نقولوا فزعه هالسلوك يعني حقيقه فهمت الله. ربي ان شاء الله انتم خير كامل بعضكم وموفقين الله مشرف عليكم. سلمك يا استاذ، جزاك الله خير. تبارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بك وصلنا بكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم جولة من داخل بلدية سلوق. وكملت اليوم محمد الشيخي، عشنا معاكم أجواء وطنية جميلة. اليوم فزعت أهالي سلوق بالكامل، ما بين شؤون الزكاة، ما بين الهلال الأحمر سلوق، ما بين البلدية، ما بين رجال المصارف، ما بين الخدمات العامة، ما بين أيضا حتى الجالية المصرية اللي عايشة داخل سلوق. هذا اليوم نحكي عليه هو تكاثف الجهود من أجل البقاء. اليوم ما شاء الله يعني شيء جميل، رسالة حلوة في حضورنا اليوم. شفنا فزعة وطنية جميلة اليوم، الكل ما بين عسكري، ما بين مدني، ما بين عامل، ما بين شيخ جامع، ما بين حرس بلدي، كلهم اليوم فزعين. حتى حرس بلدي لهم دور كبير جدا في اللي في الحفاظ على قوت المواطن اليوم داخل بلدية سلوق، وهذا شيء جميل يعلمنا معنى الوطنية في هالأزمة اللي احنا عايشين فيها. دورنا كوطنيين توا، دورنا في الأزمة توا، دورنا وقت اللي احنا عايشين فيه نبو كل وطني يفزع لبلاده والمدينته والوطنه، باش نعيشوا في أمن وأمان ونعيشوا في سلام دائم ونعم الصحة والعافية على كل أبناء هذه المعمورة. بكلمة محمد الشيخي وصلنا بكم بختام هذه الحلقة، تحياتنا في ختامنا محمد الشيخي عواض البرغثي، محمد شاركس نحييكم، ودائما خذ خطكم بليب حدث كبيرة، احنا دائما معاكم لحظة بلحظة وين ما تكونوا. بختام لكم مني السلام، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.